صادق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المعنية بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 المتعلق بالتمييز في الاستخدام والمهنة. و2011 طلبت وزارة العمل من منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لترجمة توقيعها على الاتفاقية 111 بتشريعاتها الوطنية، وفعلا تم تشكيل لجنة أردنية للإنصاب بالأجور برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعضوية ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني والإعلام. أشرفت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير العمل بال2013 على تنفيذ دراستين مهمتين. الدراسة الأولى كانت معنية بمراجعة التشريعات الوطنية، وتم التركيز على قانون العمل الأردني، وخرجت هذه الدراسة بضرورة تعديل 11 مادة حتى يكون قانون العمل الأردني أكثر عدالة ما بين الجنسين. كما أشرفت اللجنة على تنفيذ دراسة فجوة الأجور في قطاع التعليم الخاص التي خرجت بمجموعة من التوصيات والنتائج، ومقدمة هذه التوصيات إيجاد جيل من المعلمات المتمكنات بحقوقهم في قانوني العمل والضمان الاجتماعي. منظمة العمل الدولية بحثت عن منهجية لحتى المعلمات أنفسهم يقودوا تغيير المتعلق بقضيتهم، وهذا كان دور أهل الأساسي. بدأ دور أهل في إيجاد المعلمات القياديات وتشكيلهم في فريق مؤسس في إربد، وتمكين هذا الفريق من عمل استراتيجية وخطة عمل عمرها 5 سنين ووضع هدف محدد لكل سنة. والدور الأهم بحملات التنظيم المجتمعي هو كيف المجموعة بتقدر تشتغل مع بعض بجو فيه ثقافة عمل جماعي بناءة فعلاً، وبقدروا يتجاوزوا التحديات اللي بتصير. ولحتى تكون حملة تنظيم مجتمعي لازم تكون حملة على المستوى الوطني، لهيك هلأ في عنا فريق يعمل في الزرقاء وفريق في عمان بالإضافة للفريق الأساسي في إربد. بالفترة الأخيرة حققنا كثير من الإنجازات، من ضمن هاي الإنجازات كان إلنا وقفة شكراً أمام وزارة العمل، طبعاً لشكرهم على جهودهم في ميزات العقد الموحد الجديد اللي كانت أول أهم ميزة، اللي هي علاوة المعلم 10 دنانير و5% زيادة سنوية، إلزامية تحويل الراتب للبنك لما فيه ضمانة حصول المعلمة على حقوقها. لضمان تحقيق هذه الميزة نظمنا حراك إلكتروني باسم راتبنا للبنك مش من تحت الطاولة، لمطالبة وزارة التربية والتعليم بربط ترخيص المدارس بتحويل الرواتب بما لا يقل عن 80% من المعلمات للبنك. إحنا بالماضي كانت تواجهنا تحديات وصعوبات بشغلنا كمعلمات، ما كنا عارفين ولا قادرين ننظم حالنا ونوصل هاي التحديات. وفي يوم تواصلت معنا اللجنة الوطنية للإنصاف بالإجور وجمعتنا وبلشنا معها بحملة اسمها قم مع المعلم، هدفها توقيع العقد الموحد والحصول على حقوقنا. وبدعم من منظمة العمل الدولية قامت بتدريب الفريق بالتعاون مع مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي. هذا كتير ساعدنا في إيصال مطالبنا من خلال منظمة العمل الدولية لأصحاب القرار للانتهاكات التي نتعرض لها في عملنا. منظمة العمل الدولية بتفتخر بشراكتها مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وبتفتخر بالإنجازات اللي حققتها خلال ال3 سنوات السابقة، ومن ضمنهم الاتفاقية الجماعية اللي تم توقيعها في بداية هذا العام واللي جابت حقوق جديدة لمعلمات التعليم الخاص، وبالذات إنها كمان أخذت بعين الاعتبار التوصيات اللي رفعتها حملة قم مع المعلم لنقابة العاملين في التعليم الخاص. وبنفتخر بوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم اللي تبنت متطلب معلمات قطاع التعليم الخاص وحملة قم مع المعلم لما طلبوا إنهم يتم تحويل رواتبهم من خلال البنوك. هذا طلب مهم كتير كان لإلهم، ونتأمل ونطمح من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل إنه ما يرخصوا أي مدرسة في المستقبل إذا ما كانت عم بتراعي ظروف عمل لائقة للمعلمات والمعلمين عندنا في الأردن. وكمان بنفتخر بالمدارس اللي شاركتنا بأمشطتنا، وبالذات المدارس اللي عم تحترم حقوق المعلمين والمعلمات في الأجور العادلة، وهدول المدارس إن شاء الله في القريب العاجل رح يحصلوا على جائزة العمل اللائق.
ندعو الحكومة الأردنية أنها تأخذ بعين الاعتبار التوصيات اللي رفعتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بخصوص قانون العمل حتى نأمن بيئة عادلة للمعلمات وأيضا للعاملات في كافة القطاعات في الأردن. 1 2 3 4. بعد لقائنا مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والنقابات العمالية صار عندنا أمل كبير. إحنا عارفين إن الطريق أمامنا طويل وهذا التغيير بيحتاج لوقت وجهد وصبر.